1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اوكي نيتن 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 هو انا كل ليله هقول لك ما تقعدش القعده دي؟ حياتك يا فردوس ما تدقيش الدنيا في وشي. وش بعد عمايلك دي بقى؟ عمايل ايه بس؟ انا عملت حاجه؟ ما انا ساكت اهو. انت جنسك ايه؟ ما فيش في قلبك رحمه؟ ده انا عشت وياك عمر طويل راعي شعوري واحساسي. وانا قلت لك حاجه؟ انا قلت لك خش اوضتك عشان ليلى ما تشوفكش. وايه يعني؟ وانا عملت جريمه؟ وانا اللي طلعت روحي من الشغل؟ يا ربي بقى الناس كلها ربنا مهدي سرها الا انا زي ما اكون اذنبت. استغفر الله العظيم يا رب انت مطلع وشايف. عدم رضاك بحياتك هو اللي عامل فينا كده. ثورتك على نصيبك في الحياه هي اللي مأخرانا. والغريبه انك فضلت صابره وعايشه 20 سنه وجايه في الاخر تشيلي وتحطي. زهقت بقى طهقت بقى. هي الواحده هتفضل صابره لحد امتى؟ لحد ما تتعدل الامور. تعدل وامتى هتتعدل دي؟ بدل ما بتتعدل بتتلخبط. اعوذ بالله من غضب الله. يا ساتر يا رب. يا ستي اسيب لك البيت واروح اقعد في حته تانيه؟ انت جنسك ايه؟ حرام عليكي يا شيخ حرام عليكي. الله 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 بس ما تزعقش يا ستي. شايفاني بموت بدل ما تسعفيني تحط السكين على رقبتي؟ وانا اذنبت اللي اتجوزتك وانا خدتك قصرا عنك وعن اهلك. وبعدين بقى معاك ولا حاجة. اتفضلي روحي اوضتك وسيبيني في حالي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هلو ليلى هانم. اهلا وسهلا. ايه انت نسيتي؟ عزة سامي. الاستاذة عزة سامي. برافو. تسمحي لي ارقص معك؟ لا معلش اصلي لسه ما تعلمتش الرقص. طب وماله اعلمك؟ ده الرقص تعليمه سهل قوي. سهل جدا. معلش ارجوك تعذرني اصلي ما تعودتش اعمل حاجة ما اعرفهاش خالص. على كيفك على كيفك. طب تحبي نقف هنا نتكلم سوا ولا عندك؟ ليلى هانم انا سعيد جدا يا ليلى هانم. سعيد جدا. متشكره قوي. الله الله الله. ايه ده يا ست ليلى اللي انت واقفه تعملي ده؟ تعالي يا ست نوال تعالي شوفي ست ليلى عامله ايه. امال ارجوكي تقولي انت عاوزه تقولي ايه. فهميني غرضك ايه. ما انتش فاهمه انا عايزه ايه مش كده؟ ما تيجي يا ست نوال. المكاره ايه؟ عايزه تحرج ليلى. يا سلام عليها امال دي. يا سلام ما عندهاش قلب ابدا. لازم تفهم الناس كلها ان ليلى واخده مني فستان. الحقيقه والله ما عندهاش ذوق. انا ما احبش الحركات دي ابدا. دي حركات مش لطيفه. اما اروح الحقها قبل ما تبوظ الدنيا. طبعا والله انا مش فاهمه. نوال انا اسفه. انا اسفه جدا خالص والله. ليلى يا خبر. انت حبيطه. انت اختي. انت حبيبتي. فستان ايه اللي جايه تقولي لي عليه ده؟ هو انا اديتك الفستان عشان ترجعيه لي تاني؟ اقصى عليك يا ليلى. انت حبيبتي. انت روحي. والله العظيم يا امال لو هتزعلي مره تانية ليلى والله لا خاصمك. وانت عارفه لما خاصم يلا السلامه. والله كويس قوي على كده تخصمي. وايه بقى
دي لما بتزعل بيبقى زعلها وحش وحش خالص كمان. مش كده يا مدحت؟ والله انا ما اعرفش اجي الاقيها واقفه مع خطيبي وسايبين الناس وجوه كلهم واقفين في المنظر الشعري الجميل ده وما زعلش. انا انا ما اسمح لكيش ابدا. ما تسمحليش يعني يا امال واقفه مع المجنون ده ليه؟ امال من فضلك ما تنطقش اسمي ثاني على لسانك والدبله بتاعتك. الله 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 يلا. ايه امال ده؟ حقك عليا. انت عارفه امال من ايام المدرسه انا ماليش دعوه، انتم متعودين على كده. عزت صالحها يا عزت عشان خاطري انا. يلا مدحت يلا نرقص الرقصه دي سوا. حاضر يا روح. حاضر. تسمحي بالرقصه دي يا خطيبتي الجميله؟ ليه بتعرف ترقص حضرتك؟ معلش يا ستي مره على مره برضو اتعلم. تحيلي يا هانم بالرقصه الجايه دي. اتفضل. باردون شيري يا اخواتي على شيري دي. انا اسفه ما كنتش احب ابدا يحصل. لا 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 ابدا، ولا يهمك ولا يهمك، دي مش اول مره، دي عشر مره تترمي فيها الدبله في وشي، ولما يطلع النهار تنسى اللي حصل وترجع تلبس الدبلة تاني. يعني أصل حضرتك تقول إنها متعودة على الحاجات دي؟ أصلها بتحبني موت وبتغير علي وأنا بعزها. آه يعني عاوز أقول لحضرتك يعني ما تزعلش مني أبدا. لا معلش معلش. تقول لنا الكرامة والشرف والأخلاق وال... سيبينا بقى نتسلى عليها شوية. سيبينا والله أنا شايفة أنها إذا هي اللي اندمجت وسطنا أنها هي اللي هتتسلى علينا مش إحنا اللي هنتسلى عليها. لا يا شيخة ليلى تتسلى علينا. أي لا ده أنت على نياتك قوي. بقى الست اللي كانت زي القطة المغمضة اللي كانت بتمشي في حاره الشيخ سلامه ما تعرفش تلتفت وراها اطلع منها ده كله. امان الله. وبعدين معاكي بقى الله بطلي الحكايه دي اصلها بقت مونوتون خالص. انا برضو لسه زي القطه المغمضه ما اقدرش اتلفت كده ولا كده لو كنت في حاره الشيخ سلامه ولا في جاردن سيتي. ما هو باين. لكن انا الحق عليا اللي بصاحب ناس من الاحياء الكبيره وانا لسه في حاره. أما ليلى ليلى هانم الله ليلى ليلى هانم ليلى ليلى هانم ليلى الله. وانت يا استاذ عزة افندي ايه فرحت اللي عندي ايه مش مكفيك خطيبتك؟ بريء والله يا ناس بريء. احلف لكم بايه بس اني بريء. خلاص يا جماعه خلاص هتعملوا من حبه قبه. يلا بينا بقى وبعدين نبقى نصالح. يلا الاول مجرم بريء لغايه ما تثبت التهمه. بالظبط. يلا بينا. يلا يا سي بريء. والنبي انت مالك حق ابدا يا عباس. انا عارفه ايه اللي طلع الحكايه دي في دماغك. يا ستي اعمل ايه نصيبي كده. كان بودي اخدكم معايا لكن بقى مانيش عارف ظروفي هناك هتكون شكلها ايه. وبعدين يعني خلصك تسيبنا لوحدنا؟ على عيني والله يا فردوس. لكن اعمل ايه شغلانه وجاتني، يعني اسيبها واقعد عاطل ولا اجري وراها؟ على كل حال لما هسافر هناك واشوف المعيشه هناك شكلها ايه ضروري هبعت لكم تيجوا تقعدوا ويايا. بس لو كان لينا عيل بيشتغل ما كنتش قدرت اسيبكم، لكن ما حدش بيشتغل غيري. انا مستعد يا بابا اشتغل. اه ولانك تسيبنا خالص. انت جيتي يا ليلى؟ ايوه يا بابا. يا بنتي انا مهما غبت عنكم وياكم بروحي. على كل حال انا هكون دايم الاتصال بيكم، بس المهم تاخدي بالك من مامتك ومن نفسك. وانت يا بابا مين اللي هياخد باله منك؟ ازاي هتقعد لوحدك وهتسافر لوحدك؟ ده انت هتتعب خالص يا بابا. ابدا يا بنتي لما هتعب ابقى ابعت لكم. فردوس وضبي لي شنطتي اصل مسافر بكره الصبح. حاضر.
إلهي. آه يا لا. حياتك يا فردوس، رصيهم كويس احسن، السكه طويله. والنبي يا عباس، انت مالك حق في السفريه دي ابدا. امرك محيرني يا فردوس، اللي يشوفك واحنا بنتناقش من كام يوم في مساله ليلى يقول انك طهقانه من عشتي ومش عايزه تستني معايا ومستنيه اليوم اللي اسيبك فيه. يا عباس، انا كنت اتمنى انك انت اللي تغتني ونعيش كلنا في العز اللي انت فيه، وما كانش يجي في فكري ابدا ان العز اللي انا بحلم بيه ده يجي مع جوز غيرك انت ابدا. يعني افهم من كده انك طول حياتك ما كنتيش كارهة عيشتي معاكي؟ ما كنتش عشت معاكي العمر ده كله، ده الجار لما بيعاشر جاره بيصعب عليه الفراق. إيش حال واحدة ما سابتش جوزها مرة واحدة طول السنين دي كلها؟ حتكونوا دايما في بالي. يعني أنا وقلبي مش مطمن يا عباس أبدا على السفرية دي، إلا خلاك صبرت الأيام دي كلها، أصبر كمان شوية يا فردوس، فرصة تجيني ولا استغلهاش حرام عليكي. وبعدين بقى إحنا ملناش خاطر عندك. خاطركم على عيني وراسي، بس يعني زي ما فهمتك، اللي في سني لما تجيله شغلانة زي دي ويسيبها يقعد طول عمره متحصر، والدنيا كلها مليانة شبان كلهم حيوية ونشاط. فهمت. المهم ما تبقاش تتأخر علينا بالجوابات عشان ما نقلقش. حاضر. يا سلام على الأقدار، أهم ما كانش السفرية دي ما كنتش عرفت حقيقة شعورك نحوي. يا أخوي أنت راخر يا عباس. إيه أنا ما مش كارهة العيشة معاك أبدا، ده أنت أبو ليلى، وإن ما كان ليش خير في أبو ليلى ما يبقى ليش خير في ليلى. ربنا ما يحرمني منك يا أمو ليلى. ولا يحرمني منك أبدا يا عباس. كان نفسي أروح معاكم لبنان. وليه ما تروحيش معانا يا طنط؟ ما تروحيش ليه يا طنط؟ اصلك طبعا عارف ان عمك عنده شغل في اسكندريه، وطبعا ما هوش عارف انكم هتقضوا شهر العسل في لبنان. وش معنى يعني لبنان؟ هي اسكندريه وحشه؟ ما تخليكم معانا. والله لولا ان انا حجزت التذاكر كنت رجعت بيها، وده يعني كله شهر وشهر مش حاجه ابدا. انا الحقيقه من زمان قوي نفسي اروح لبنان، وكنت باستمرار الح على بابا، انما جت من مبحت كده. يا رب تعرفوا انا قضيت شهر العسل بتاعي ازاي؟ فين يا مامي؟ وفين فين يا مامي؟ شوفوا، قضيت اولا شهرين 60 يوم، 30 يوم في كفري و30 يوم في نيس. يا سلام يا طنط. يا سلام يا مامي. يا مامي سامع يا مامي؟ سامع يا روح، سامع يا روح. يا طنط صحيح انتوا اللي صحيح شفتوا الدنيا. طبعا. اسمع يا عز، احنا لما نتجوز لازم نروح الاماكن دي كلها. قوي قوي زي ما يعجبك يا حبيبتي، زي ما يعجبك. فستان مين اللي جابه؟ واحده اسمها عزيزه من عند ست ليلى. بالحق، هو بقالنا زمان ما بنشوفش ليلى ليه؟ منور زعلانه من امال. مزعلاها انت؟ مش عارفه امال زي اللي يكون بينهم وبين بعض طار. لا ليه؟ شافتها قدام عزت واصحابي كلهم انها خدت مني الفستان تحضر بيه الفرح. لا مالكيش حق يا امال، اصلها يا طنط طالعه فيها ودايما كده تنسى نفسها. لا لا لا، دي امال بنت طيبه ولطيفه خالص. احنا ما قلناش حاجه، ما فيش مانع انها تندمج في وسطينا، بس لازم الاول تعرف هي مين. هو يعني الفقير كان كفر يا عالم؟ انا ما قلتش حاجه، بس لازم الاول يعرف حدوده. صحيح. تعرف تعرفوا يا جماعه، والله هي ما زعلها الا لما لقت نوال اتجوزت مدحت وامال مخطوبه لعزت. الناس كلهم من طبقه الزواج، وهي كل خطبها حاجه كده على قدها. ميرسي يا صفيه. صفيه عندها حق في الكلام ده كله. ليلى من الصنف اللي لما يشوف غيره احسن منه يتضايق. لا 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 ابدا يا امال، حرام عليك يا شيخه، انت بتتهميها بالزور كده.
ليلى دي بنت لطيفة جدا، أنا عارفاها كويس، تحب أصحابها أكتر ما بتحب أهلها، والله زي تمام أنا ما بحبها. مش بيقولوا القلوب عند بعضها؟ يا حبيبي يا نوال والله تمام، ده مثل مظبوط 100%. ستي أقول لها إيه؟ هي مين دي يا زهرة؟ الست اللي جابت الفستان. أنت اتجننتي؟ هو معقول أنا ألبسه بعد ما هي لبسته؟ أجري رجعه لها، أجري. روح يا بنت. ألبسه أنا بعد يوم. ستي والنبي والنبي الله يخليكي، أخده أنا، على الأقل على ما ترجع من السفر بالسلامة أكون بقيت الرئيسة السمراء زهرة دقاق. لما شربات زهرة. الست اللي جايبة الفستان تقول ليلى أنا زعلانة جدا منها، وإن ما كنتش رايحة شهر العسل لبنان دلوقتي كنت رحت شفت شغلي معاها، إنما معلش لما حابة أرجع هبعرف شغلي معاها. اجي اسمعي. نعم. وقولي لها كمان ان انا وانا راجع هجيب لها هدايا، هجيب لها مش فستان فستانين. وده هاخده. تعيشي. والله العظيم دي حدثنا. العربيه جاهزه يا فندم. حطيت الشنط في العربيه. ايوه استنى، والبي مستنيكوا في العربيه وبعتني عشان استعجلك. يلا يا مام، يلا يا مام، يلا يا روح. يلا احلى جزينه اهو يا روح. يلا 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 يا جماعه، يلا يلا يا روح. اتفضل اتفضل. بس يا ستي ادي اللي حصل، وبعدين بعتت لك كلمتين دول مع البنت اللي بتشتغل عنده، والنبي نوال دي تستاهل كل خير. ده من جاور السعيد يسعد يا شيخة. كله اللي كرمت يا ماما. انا ايه اللي يخليني اصاحب ناس فاهمين ان انا اقل منهم؟ وبكره تبقي ستهم، بكره هم اللي يبقوا اقل منك. ازاي يا ماما بس؟ المهم بس انك انت ما تزعليش نوال، دي بتحبك وبتعزك وطول عمرها عاملاكي اختها. عندك حق يا ماما، كانتش امال ونوال كنت ما زعلتش منها طول عمرها يا ماما، ما تنزليش في الزور. نهايته انا رايحه بقى يا ماما المدرسه. طيب يا حبيبتي مع السلامه، بس وحياتي ما تتاخريش يا ليلى. حاضر. حاضر. قولي يا فردوس يا اختي. ايوه يا اختي. هي ليلى هترجع المدرسه من تاني؟ لا يا حبيبتي، دي اصلها بتتعلم رقص. رقص؟ اه. رقص ايه يا استاذ فردوس؟ انت جارلك حاجه يا اختي؟ ليه انت ناويه تشغليها رقاصه ولا ايه؟ لا يا عبيطه، رقصه فرنجي يا عبيطه، عشان ما تبقى في حفله ويجي واحد يطلبها للرقص ترقص معاه. رقصة فرنجي؟ انا كنت حاطه الفنجان، حاطه الفنجان هشوفه اذا اشوف الباخ اهو. الواحد عقله ما بقاش في دماغه. مفيش جوابات جات من بابا يا ماما؟ ابدا يا ليلى، مش عارفه قلبي واكلني عليه ليه. ده انا ما تعودتش انه يغيب عننا بالشكل ده. صحيح ان الواحده ما تعرفش قيمه جوزها الا لما يبعد عنها. انت عاوزه الحق يا ماما وما تزعليش مني. يا اختي انا ازعل منك ابدا يا نور عيني. انت كنتي بتعاملي بابا وحش قوي، مزعلاك خالص ومفهمان ان احنا عايشين في جحيم. وده اللي قاطع فيا يا ليلى، حاسه اني انا السبب، انا اللي خليته يبعد عننا بالشكل ده. يا بنتي انا كنت لما بتكلم معاه يا حبيبتي عن عيشتنا ما كانش قصدي اجرحه، كان قصدي افهمه انا بتمنى لك ايه. انتي قطيعه، كان لما يزعل مني كنت انب نفسي. الله يلعن الفقر اللي بيخلي القلوب تجحط على بعضيها. يعني دلوقتي يا ماما خلاص اتندمتي على اللي كنت بتعمليه ببابا يا ماما؟ اخ اقول لك الحق أمي. يا ليلى ايوه، ولما تساليني دلوقتي انا بتمنى ايه؟ اتمنى ابص الاقيه قدامي وابوس ايديه عشان يسامحني.
ربنا ما يطول غيبته علينا. يا رب يا رب يا ماما يا رب، توحشني خالص. القصد يا بنتي، ما قلتليش عملت ايه في مدرسة الرقص؟ بقيت هايلة يا ماما، هايلة خالص والله. طب يا بنتي ما تقومي توريني كده عشان اطمن. وريكي ايه يا ماما؟ ما هو لو كان عندنا بيكاب ولا ريكوردر كنت فرجتك. صحيح. طب اشتريهم ايه يعني؟ بيكاب وكوردر ده يبقى بكام يعني؟ بكام؟ البيكاب يا زيتي بمية، والريكوردر قولي بمتين بس يعني. بس بس يا اختي يا اختي ما تكمليش والنبي. طب اسمعي يا ماما، هقول لك حاجه، خبطيلي على الترابيزه وانا اوريكي. طب يلا بس النبي يا ماما. استني بس. استنى امسك لك الواحده. ايه ده يا ماما، ده بلدي يا اختي، بلدي ولا فرنجي؟ يلا وريني بس، تعالي هنا. طيب. لا يا ماما انت بتلخبطيني خالص. انا عارفه بقى اهو كده والسلام. لا مؤاخذه، دي شقه السيد عباس فهمي. ايوه اتفضل. نعم متشكر فهمي. انا الست بتاعته ودي بنته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. لو سمحتوا انا مش هاخد من وقتكم اكتر من 5 دقايق. ايوه بس حضرتك مين؟ انا رمزي سليم المحامي. ايوه اهلا وسهلا، اتفضل. مع الشكر يا فندم. في حاجه؟ ايوه. ليلى والنبي تعملي لنا فنجان القهوه يا اختي. حاضر. تحبها مظبوط ولا ساده ولا سكر؟ مظبوط. حاضر، من عينيا الاثنين حالا. في الواقع استهانم مش عارف، انا مهمتي قاسيه جدا، ما كنتش احب ابدا ان انا اقول الكلام ده، انما اعمل ايه؟ ما كانش ممكن اعمل شيء تاني باعتباري محامي الشركه. الله، انت عارفه استهانم ان طبعا كلنا في الحياه معرضين لاي حاجه طبعا، مش عارف اقول ايه في الواقع. اتفضل قول يا استاذ، انا سامعك كويس. في بعض الاحيان يعني الواحد بيأدي مهمه ما بيبقاش كفء ليها في الواقع. انا حاسس باني مش كفء للمهمه اللي بأديها دي، مش عارف اقول ازاي. ايه يا استاذ؟ لا عايز اقول يعني يستهانم، الشركه قررت تعيين الانسه ليلى في المركز الرئيسي هنا بالقاهره. اشمعنى يعني؟ هي كانت ليلى قدمت لكم طلب وقبلتوه؟ لا يا فندم، مش إيه؟ بالظبط يعني، انما هي الشركه بتعمل كده على سبيل التعويض. تعويض؟ تعويض ايه يا استاذ؟ ما هو يا فندم هو ده قانون الشركات. انا مش فاهمه حاجه ابدا يا استاذ، تسمح بس تفهمني في ايه؟ مش عارف استهانم، في الواقع يعني هي يا استاذ بقيه في حياتك استهانم.